وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قول البيقوني رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. كذا عرف المصنف خبر المنكر بأنه ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده، المقصود به الراوي الضعيف فما دونه. وهذا على اصطلاح المتأخرين، وكثير من المتقدمين يطلقون المنكر على ما ضعف بسبب تفرده، وإن كان المتفرد به ثقة، الفرق أن المتأخرين يحصرون المنكر فيما تفرد به الضعيف، بينما المتقدمون يجعلون المنكر ما ضعف بسبب تفرده، سواء كان المتفرد به ثقة أو ضعيفا. ومن أكثر من جاء عنه هذا أبو حاتم رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك ابنه في كتاب العلل في مواضع، يقول هذا منكر، فيكون الذي استنكر أو الذي تفرد به ثقة أحيانا، ومثله أيضا نراه أبو داود في السنن من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا منكر تفرد به همام، وهمام ثقة، لكن تفرد بهذا الخبر عن ابن جريج من بين أصحاب ابن جريج، وأنكر هذا الخبر على همام. ومثله أيضا ما رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. فهذا تفرد به محمد، فهذا تفرد به معمر بن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع، وهو ضعيف، وهذا حديث منكر. فالنكارة أحيانا تكون بسبب التفرد، وأحيانا تكون النكارة بسبب المخالفة، مخالفة الضعيف للثقات. كحديث عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ومسح برأسه ثلاثا، وهذا خبر رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران عن عثمان أنه توضأ ومسح برأس بدون لفظة ثلاثا.
فهذا منكر، والنكارة فيه من جهة ابن وردان. قد تكون المخالفة لحديث آخر قائم بذاته ليس في نفس الحديث. كرواية محمد ابن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه مرتين. فهذا من منكرات ابن عقيل. فحديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها حديث عثمان، حديث ابن زيد، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه من غير ذكر لمرتين، وهو المحفوظ من سنته صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس أنه مسح برأسه واحدة. وقد تكون النكارة في السند والمتن معا، كالحديث الذي رواه أهل السنن من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فاستنكر هذا الخبر سندا لتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن. قال الإمام أحمد: من يحتمل هذا؟ يعني أين أصحاب أبي الزناد كمالك وغيره من هذا الخبر حتى يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن؟ ثانيا، طعن في متن الخبر وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي بعض الروايات وليضع ركبتيه قبل يديه، وقال بعضهم ركبة البعير في يديه. فذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، غيره ذكر ذلك أيضا. فقالوا آخر الخبر مخالف لأوله. ولا يصح في النزول والهوي إلى الأرض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما في ذلك آثار عن الصحابة، منهم من فعل هذا ومنهم من فعل هذا. قد روى البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وهو أصح ما جاء في هذا الباب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في المصنف عن عمر أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، لكن السند فيه مقال. إذن يجوز إطلاق لفظ المنكر على ما تفرد به الثقة وبعف لأجل تفرده،
والغالب أن يطلق لفظ المنكر على ما تفرد به الضعيف. قال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لتركه فهو وأجمعوا لرده فهو نعم وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، أو لأجل النظم تسكن فهو كرد. المتروك هو من اتهم بالكذب، أو فحش غلطه وكثر وهمه جدا، بحيث كان هو الغالب على حديث. ويعرف المتروك بتتبع مروياته، فلفظة متروك حكم كلي على رواية الراوي، فهذا الحكم لا يكون من الخلف، معلوم هذا. لفظة المتروك هذه لابد أن تكون سماعية، تتلقى عن أئمة الحديث، هم الذين يقولون فلان متروك، لأنهم يقولون ذلك عن سبق وتتبع لمرويات الرجل ومعرفة بأخباره ومدى موافقته ومخالفته للرواة، فعند ذلك يقولون فلان متروك، فلان متروك. وبتتبع إطلاقهم لهذه العبارة وجدنا أنهم يطلقونها على نوعين من الرجال: الأول من اتهم بالكذب، والثاني من كثر غلطه ووهمه جدا. قد يطلق بعضهم على من كثر غلطه جدا أن حديثه منكر أيضا، كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايته، أو لم تكد توافقها، فإذا كان هذا هو الأغلب من حديثه كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. تقدم معنا في أول الكلام أن تحرير المصطلحات لم تكن عادة عند السلف، يعني يطلقون المنكر على المتروك والمتروك على المنكر، لأن المعنى العام واحد، لأن المعنى العام واحد، إنما عرف تحرير مصطلحات الحديث ووضع التعريف والحدود الدقيقة لها عند المتأخرين.
ويمثل الحديث المنكر بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته من طولها وعرضها. وآفة هذا الخبر عمر ابن هارون وهو متروك الحديث. قال المصنف: والكذب المصطنع المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما وضعه الوضاع. إما ترغيبا في سنة فيقولون كذبنا له ولم نكذب عليه، وهم كذبوا عليه حقيقة، والنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. وفي الصحيحين حديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة وأنس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. وربما وضع الحديث تسويقا لسلعة من السلع، ما ذكر عن بعضهم أنه كان يبيع تمرا ومن بجواره يبيع السمك، فوجد الناس أسرعوا إلى السمك، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أثمقتم فأثمروا. يريد أن يروج سلعته والعياذ بالله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما وضع الحديث طعنا في الإسلام، كما أخذ هارون الرشيد رجلا كان يهوديا ودخل في الإسلام ليطعن في داخله، فقبض ورفع إلى هارون وحكم عليه بأن يقتل. فقال له، قال اليهودي لهارون: وضعت وكذبت على نبيكم 4000 حديث. فقال له هارون: يعيش لها الرجال ابن المبارك وغيره. ودق عنقه، وقد كان قربلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوها وعرفوها حتى صاروا يعرفون المكذوب من غير المكذوب بمجرد سماع الإسناد أو بمجرد سماع المتن، لأنهم تذوقوا حلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما مارسوه ودارسوه. ولهذا قالوا: يعرف الوضع على الحديث من متنه قبل سنده. يعرف الوضع على الحديث من متنه قبل سنده. ولا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا لبيان وضعه، كما لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا لبيان أو مع بيان ضعفه. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى منظومته، وقال في آخرها فوق 30 بـ4 غدت أو قبل ذلك، نعم، وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، قيل اسمه طه وقيل اسمه عمر بن فتوح الدمشقي وقيل غير ذلك.
فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. وهو نظم لطيف واعتنى به كثير من المحدثين في عصرنا للطافته ولجمعه للمعاني بعبارة مختصرة جدا، ولأن أصل العلم المصطلح المقصود به الإشارة إلى رؤوس عناوين ثم تبين بعد ذلك بالأمثلة وأقوال السلف كما هي عادة أهل العلم. والحمد لله على إحسانه. نعم اقرأ اقرأ جاهز أولها معك الكتاب هنا. اقرأ تحفظ. نعم نعم اقرأ من البداية أبدأ بالحمد. المسند وما بسند وكل ما لم يتصل وكل ما لم يتصل بحاله نادر من قدم عصاه المعضل الساقط منه اثنان عن ثابت ضعيف. معمر إمام وثقة ثبت، وثابت أيضا ثقة ثبت، وهو من أروى الناس عن أنس رضي الله عنه. ولكن الإشكالية في رواية معمر عن ثابت خاصة، معمر في غير ثابت ثقة، أو عموما معمر في غير البصريين ثقة، معمر في غير البصريين ثقة، لكن في روايته عن البصريين وقع فيها أخطاء. وقع في روايته عن البصريين أو كان وقع في روايته في رواية البصريين عن أخطاء وقع في رواية البصريين عنه أخطاء. فمعمر عن ثابت ضعيف، معمر عن غير ثابت صحيح غالبا. فهذا ثقة عن ثقة عن ثقة، لكن ضعفنا حديثه ويقال هذا خبر منكر لأنه من رواية معمر عن ثابت. لأن ثابت له أصحاب منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. أين أصحاب ثابت عن هذا الخبر؟ لو كان ثابتا، لو كان هذا من مسند ثابت عن أنس لوجدنا أخص أصحاب ثابت يروونه ويذكرونه. صلاة التسابيح هل هو صحيح؟ لا، صلاة التسابيح ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وحكم الإمام مالك على بدعية صلاة التسابيح، وقد تفرد به
موسى الغافقي، ولا يصح وليس هو ممن يحتمل تفرده بمثل هذا الخبر. كيف يميز طالب العلم الأحاديث التي فيها علة قضية ظاهرها الصحة، أي ظاهر حديث الصحة؟ هذا يعرف بطول الممارسة، لا يؤخذ هذا بدراسة متن في مصطلح الحديث أو متنين أو ثلاثة أو مئة متن حتى في مصطلح الحديث، هذا لا يؤخذ إلا بمدارسة الأحاديث، هذا لا يعرف إلا بمدارسة الأحاديث مع شيخ متن، بحيث يكشف له عن علل الأحاديث فيعرف كيفية التعليل وما هي المواضع التي تكون غالبا مظنة للخطأ أو الوهم ونحو ذلك. قل كيف نقابل قول من يحلل الغناء؟ نقابله بما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكوننا أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف. فهذه المعازف قرينة الغناء في عصرنا، بل يطلق الغناء الآن ويراد به هذه المعازف أصالة. الحديث الضعيف عند العلماء هو الحديث الضعيف العمل به في الفضائل. وقال الألباني أن هذه القاعدة غير صحيحة لأنها تفتح باب البدع. صحيح، إن كان هذا قول الشيخ الألباني فهو صحيح. فالأحاديث الضعيفة لا يعمل بها لا في الفضائل ولا في غير الفضائل. ولا يشتبه هذا بقوله بأن الإمام أحمد كان يقول الحديث الضعيف خير لي من رأي. فرق بين أخذ الإمام أحمد بحكم الحديث الضعيف وبين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والفرق أن الإمام أحمد أخذ بما جاء في الحديث الضعيف في باب الأحكام، لأنه لا مفر في باب الأحكام، إما أن تقول هذا حلال أو هذا حرام. في باب الأحكام إما أن تقول حلال أو حرام، إما أن تقول يجوز أو لا يجوز. فقال: أقول بما قال ما دل عليه الحديث الضعيف أفضل من أن أقول برأيي فيه، بخلاف الحديث الذي في فضائل الأعمال الضعيف لا يعمل، يترك أصلا، لا يعمل به أصلا، لا يوجد إلجاء إلى الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذا سهى الإمام وقام لخامسة في صلاة رباعية وقيل له تمت الصلاة ولم يرجع، مع العلم أن المصلين تابعوه في الزيادة، هل تبطل صلاتهم؟ الظاهر أنهم لا تبطل صلاتهم على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن قال بالبطلان احتاج قوله إلى دليل ظاهر، لأن الإمام حينما نبه فلم يلتفت إليهم علمنا أنه ألغى ركعة من الركعات التي صلاها، وحينئذ إذا كان الإمام قد ألغى ركعة فمن تابعه بنى على أن الإمام ألغى ركعة، ومن لم يتابع بنى على أن الصلاة قد تمت. صلاة الفاتح هل هي صحيحة؟ لا، لا يوجد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الفاتح لما أغلب، وهي صلاة مبتدعة. وأصح صلاة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما هو القول في من خالف السلف في تصحيح الحديث وتضعيفه؟ القول أن يبين ذلك له ولغيره، وأن هذا مخالف لمنهجية أئمة الحديث ومخالف لاتفاقهم على تصحيح حديث إن كانوا قد اتفقوا على تصحيح حديث، أو مخالف لاتفاقهم على تضعيف حديث إن كانوا قد اتفقوا على تضعيف حديث.
قل هل من موجهات فيما سبق وليتكم تأتون بأمثلة توضح الفرق بين المنهجين. نحن ذكرنا في ثنايا الشرح العديد من الفروق المنهجية بين المتقدمين وبين المتأخرين. يقول قول هارون الرشيد لليهود يعيس لها ابن المبارك. نعم قال يعيس لها ابن المبارك وأمثاله. هل يشرع الدعاء قبل شرب ماء زمزم؟ لم يثبت بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا أحفظ شيء فيه شيئا عن أحد من السلف، لكن هو عمل بعض المتأخرين كالذهبي وكابن حجر وغيره. ذهب يشرب من ماء زمزم وقال اللهم إني أسألك حفظا ومعرفة بالحديث، وابن حجر شرب من ماء زمزم وقال اللهم إني أسألك كحفظ الذهب. لكن لا شك أن مثل هذا لا يحتج به، لا شك أن مثل هذا لا يحتج به. هل تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره الخطيب في منبر الجمعة؟ من الكلام الذي لا يجوز أثناء الخطبة؟ الظاهر لا، الظاهر لا، أنه يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بصوت لا يسمع من بجوائه بينه وبين نفسه إذا ذكر الخطيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم باقي الآن؟ سبع دقائق. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.